وقعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بروتوكول تعاون مع هيئة الضمان الصحي العراقية في مجال الرعاية الصحية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية العراقية. يهدف البروتوكول لنقل التجربة المصرية في التغطية التأمينية الشاملة لتحقيق تطور في منظومة الصحة العراقية، ولتعزيز قدرات الكوادر الصحية لبناء نظام صحي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية. النهارده شهدتي توقيع بروتوكول تعاون بيننا وبين زملائنا في دولة العراق الشقيقة، قيادات في القطاع الصحي حصلوا على برنامج تدريبي مكثف قوامه 4 أيام، كنا قادرين خلاله على إظهار التجربة المصرية وعرضها على الجانب العراقي، واستمعنا منهم إلى كيفية أن هم يستفيدوا من هذه التجربة. الجانب المصري قد سبق بهذا الجانب عن طريق هيئة الاعتمادية بإعداد معايير، نعمل على دراسة هذه المعايير والسعي لتوأمتها مع النظام الخاص بهيئة الضمان الصحي، باعتبار واحدة من الأسس الخاصة بتعاقدات هيئة الضمان مع مقدمي الخدمات هو حصولهم على الاعتمادية التي سيتم العمل بها في المراحل القادمة من قانون الضمان الصحي الذي عمل على تطبيق هذا القانون على مستوى العراق بصفة تدريجية. نحاول نكثف الاتصالات بيننا وبين جمهورية مصر في خصوص هذا الموضوع، ممكن أنه نبعث فرق دورات أكثر تخصصية أكثر تكون. احنا اتفقنا مع هيئة الاعتماد الرقابة الصحية المصرية انه نعد احتياج تدريبي لما نرجع للعراق، ولما نطبق التجربة المصرية راح تظهر عندنا احتياجات خاصة وليس احتياجات عامة، راح نحدد هذه الاحتياجات الخاصة ونبعثها للجانب المصري يعدون برنامج تدريبي فيما يخص الاحتياج التدريبي اللي احنا محتاجينه.